نشوف العجوز الرائع على رأي كابتن مصلحي النجم أحمد صلاح. لسه مستمرين معاكم طبعا في لقاءاتنا من داخل صاله 2 باستاد القاهره وحصول النادي الاهلي على البطوله العربيه للمره الثامنه في تاريخه. معانا دلوقتي واحد من نجوم المباراه، فاز على افضل لاعب مركز 2 في المباراه، كابتن احمد صلاح. خبره كبيره شفناها النهارده، ببارك لك في البدايه. تقول ايه لجمهور النادي الاهلي بمناسبه حصولكم على البطوله العربيه للمره الثامنه في تاريخ النادي الاهلي؟ طبعا بقول بسم الله الرحمن الرحيم الاول، الف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره، بطوله غاليه طبعا جدا علينا، الحمد لله على الجائزه طبعا. بس انا كان بالنسبه لي اهم طبعا البطوله، كانت اهم بالنسبه لي، دي البطوله السابعه ليا، فالحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله. لسه عندنا كاس وعندنا دوري وعندنا افريقيا، فربنا ان شاء الله يكملها على خير وناخد الخمس بطولات باذن الله. رايك في اداء نادي النصر البحريني؟ اكيد ما كانش خصم قليل خالص، خاصه ان هو وصل مرحله نهائيه مع النادي الاهلي. تقول ايه عن ادائه من النهارده وعن الماتش؟ لا طبعا اكيد فرقه طبعا محترمه جدا، وصلت النهائي بس احنا ذاكرناها كويس، فالحمد لله عدنا على نقط الضعف عندهم، وفعلا الحمد لله نفذنا كل المطلوب مننا عشان كده الماتش تلعب بالمنظر ده. فالحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده، وان شاء الله في المزيد باذن الله من البطولات ان شاء الله. كابتن احمد، شفنا تحيه كبيره قوي من الفريق النهارده لجمهور النادي الاهلي، هو اكيد كان دافع كبير للنتيجه النهارده، تقول لهم ايه؟ اقول لهم طبعا الف شكر على اللي هم جم، بصراحه هم جم ساندونا بشكل كبير جدا وفرقوا معانا جدا. اكيد طبعا بيبقى الموضوع بيفرق جدا لما يكون في جمهور غير ما يكونش فيه، فطبعا بشكرهم بقول لهم الف شكر، وباذن الله الفتره اللي جايه تكون احسن ونعوض الموسم اللي فات ان شاء الله. احنا المرحله الجايه الجمهور كله، يمكن البطوله العربيه يمكن حطت يعني حمل كبير عليكم، ان انتوا الفتره اللي جايه دي لازم تبقوا متصدرين زي النهارده وزي اللي فات. تقولي عن المرحله الجايه والتحضيرات للمرحله اللي جايه؟ والله هم بيحطوا تحت ضغط، هم عارفين الفرقه كره الطايره النادي الاهلي طبعا فرقه كبيره وفرقه ما ينفعش تخسر، فعشان كده هم عايزين دايما دايما ان احنا نكسب، فان شاء الله باذن الله احنا وعدناهم من قبل الموسم ما يبدا ان احنا نعوضهم ان شاء الله على الموسم اللي فات، ودي بدايه. اول حاجه كانت السوبر والنهارده البطوله العربيه، ان شاء الله باذن الله اللي جاي باذن الله يكون مكسب برده، زي ما وعدناهم بالخمس بطولات السنه دي باذن الله تبقى حاجه تاريخيه ان شاء الله. الحقيقه هذا الثنائي الرائع، ايوه اكبر لاعبين سنا يمكن على مستوى العالم اللي في الملاعب، انما لما تشوف تطور مستوى تستغرب، ضد الطبيعه والله. مستوى السنه دي احسن من السنه اللي فاتت 3 4 مرات،